حيث ان الاخ قائد المقاومه ونعاهد الله ونعاهده اننا على دربه سائري حتى اخر نفس في ارواحنا وحتى تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي وافراد اللواء الخامس كلهم معنويات مرتفعه وجاهزين لاي مهمه قادمه ان شاء الله. وبالمناسبه التمثيل الذي يقوم به الحوثي تمثيليه من اجل شد انتباه المجتمع اليمني لقل الوعي. انا عاهد الله سبحانه وتعالى وانا عاهد العميد طارق محمد عبد الله صالح اننا جاهزون لتنفيذ اي مهمه ومستعدون لتحرير الوطن في اي وقت. القياده تأشر اشاره ونحن مستعدين وبجانبنا كل الابطال وكل الشرفاء من كل المحافظات ومستعدين لتحرير اليمن ان شاء الله سلما او حربا. ورسالتنا لفلسطين، الميليشيات الحوثيه استثمرت قضيه فلسطين وقتلت الشعب اليمني، وما تقوم به الميليشيات الحوثيه هو قتل ابناء الشعب اليمني وحصر ابناء الشعب اليمني، فكيف لانسان يحاصر الشعب اليمني ويقتل الشعب اليمني ويريد ان يفك حصار غزه؟ فالحوثي كاذب. بالروح بالدم نبديك يا يمن، بالروح بالدم نبديك يا يمن، بالروح بالدم نبديك يا يمن، تحيا الجمهوريه اليمنيه. نحن اليوم في اللواء الخامس عملنا مسير مشهد على الاقدام مع الابطال والوحوش، و بهذه المناسبه نهديها الى قائدنا المغوار الهمام العميد طارق محمد عبد الله صالح. لجيشنا المقدام ازكى التحيه، سلام يا جيش الحرس يا خير الجنات، ما يرعد الرشاش والمدفعيه، دروع صلبه نار يا حميريه ضد المقوسي والتطرف والاحقاد، ويا قبائل شعبنا اللي عربيه هبوا مع جيش الطوارئ نحو الامجاد، نطرد كلاب مران الفارسيه، لحنا عبيده ولهم اسياد، واحتفى على صوت جمهوريه جمهوريه جمهوريه، رغم ان في الخميني وذناب الاوغاد، رغم ان في الخميني وذناب الاوغاد.